أقال المرشد الإيراني علي خامنئي رئيس هيئة الأركان في القوات المسلحة اللواء سيد حسن فيروز أبادي دون توضيح سبب لهذه الإقالة المفاجئة التي جاءت بعد تصاعد الاضطرابات والمواجهات المسلحة بين عناصر الحرس الثوري وتنظيمات مسلحة في إقليم كردستان وبلوشستان بالإضافة إلى الخسائر البشرية التي لحقت بعناصرها في سوريا وخصوصا المعارك في حلب. وعين خامنئي اللواء محمد باقري رئيسا للاركان والذي كان يشغل مساعد شؤون الاستخبارات في هيئه اركان القوات المسلحه الايرانيه ويعد باقري من كبار القاده الامنيين حيث عمل سابقا مسؤولا عن مصادر تمويل وعمليات الحرس الثوري كما كان مسؤولا عن شؤون الاستخبارات خلال العمليات التي نفذها الحرس الثوري في التسعينات ضد قواعد الحزب الديمقراطي الكردستاني الايراني وحزب كوملا الكردي ومقراتهم الو... الواقعة على الجبال الحدودية بين ايران والعراق وله تجارب طويلة في المواجهات مع المجموعات الكردية. يذكر أن اللواء فيروز أبادي شغل منصب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية على مدى 27 عاما منذ عام 1989 والتي تعد أطول فترة يقضيها مسؤول عسكري منذ بداية الثورة.